كوفيد 19 وقلب مغترب بقلم بشير الرحماني المليباري أبو لبي. مرض فشافي هذه الأزمان سرعان ما أفضى إلى الخسران. في الصين بان وحال دون أماني وبدا هناك بمتجر الوهان. لما تفشى فيهم الأكل البذيء من كل ما يأتي من الأدران. فتفجر المرض المخيف مسيطرا خلي على كل خلال ثواني. وأقل ملجا معلم البلدان وعلى عليها مشهد أبكاني. لم تشهد الدنيا قريبا مثله في شدة وتراكم الأكفان. قد علم الإنسان درسا طالما لم يدرس في سالف الأزمان. فيما ملا كانوا بقلب واحد يتمازحون بفرحة وتفاني. يدني الصديق صديقه ويميره فيزول عنهم معلم الأحزان. فكأنهم لما أتاهم فجأة هذا الوباء مروع الشجعان. لم يعرفوا ما الود والخل الوفي والقرب أصبح مورث الخذلان. عود الغريب إلى البلاد فضيحة هذا لعمري هزني ودهاني. من أي ذنب تبعدون غريبكم يا ساكن الأوطان يا إخواني. بالأمس كان صديقكم وفخاركم واليوم أصبح معدم الخلان. يا لهف نفسي ما رأيت سجية شنعاء من هذا خلال زماني. الأم تهرب منه وهي سريعة كانت شعار مودة وحنان. كانت تقول له الحريم سعادتي بالقرب منك بإلفة وأماني. لما بدا هذا الوباء تغيرت وتفردت بالنفس والبلدان. الأخت والإخوان والخل النقي والوالد المحبوب في الهجران. هذا الغريب يمد كف ذراعي
ممزوجة بالدمع والخذلان، ليمن دوما بالسعادة والهنا، ويزيل عني كل ما آذاني، وليحفظ الأوطان والأحباب محن الزمان وفرقة وهواني.